السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمعرفة الجميع الكروت التعريفات لجهاز الكمبيوتر من طريق أمر رن. أمر رن هنا بتخش بتلاقيها هنا، بنكتب هنا في المكان دوت رن، انتوا شايفين اهي ظهرت معانا هنا، وبنكتب في الأمر رن دوت الكلمة دي بالكل بالسمول دي اكس دي اي اي جي، هناخدها كده وهي مكتوبة هنا طبعا انا عشان كنت لسه كاتبها يعني، وبندوس اوكي. هنا جميع الكروت الموجودة في الجهاز الكمبيوتر اهي اسمائها اهي، حتى الموديل بتاعها، حتى النظام السيستم بتاعها، النموذج، حتى كمان الويندوز، التصديق ويندوز والكلام دوت. وهنا ده في الكروت الأولية، البروسيسور، الكارت بتاعه، اسمه، الكلام ده كله. وهنا بنخش على بقية الكروت زي كارت الشاشة، زي الكروت كلها تقدر تنزل علشان تقدر تعمل لها تحديث للتعريفات من جديد. وهنا طبعا زي ما شايفين ساوند، يعني كارت الصوت وكارت صوت وحاجات تانية كتير في هذه النظام. تقدر تتعرف على إمكانيات الجهاز من الكروت، بحيث لو في كارت عندك يعني عايز له تحديث فبتقدر تتعرف على الكارت وتنزل التحديث بتاعه عن خلال الانترنت. وبرضه احنا في الحلقات الجاية هنحاول ان احنا ننزل تعريفات للكروت ديت من عن طريق المواقع، وهنسيب لك الرابط تحت اسفل الفيديو في الحلقات الجاية ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.